ينضم معنا مشاهدينا الكرام من عمان للحديث عن الانتهاكات الحكومية ضد الناشطين والمتظاهرين في العراق ومحاولات قمعهم من قلب السلطات الحكومية والميليشيات. السيد عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ عمر الفرحان، بداية مرحبا بك. القوات الحكومية في المثنى تعتقل الناشط في التظاهرات أيهم النعيمي، يعني نتساءل ما مدى قانونية هذه الاعتقالات؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. للأسف ليست هناك أي مادة قانونية أو ليست هناك أي إجراءات قانونية حقيقية صريحة تعطي الحق لهذه الحكومة ولا أجهزتها ولا حتى الميليشيات في اعتقال الناشط أو الناشطين في ساحات التظاهر. وهذه الاعتقالات أغلبها هي اعتقالات تعسفية، اعتقالات خارج نطاق القانون، وكلها تجري وتصب في مصلحة الأحزاب لتكميم الأفواه ولعرقلة يعني مسيرة الثورة في هذه المحافظات. وبالتالي يعني منذ اندلاع التظاهرات وإلى اليوم هناك الكثير من المعتقلين الذين اعتقلوا تعسفا، وهناك الآلاف من الذين اختطفوا، وهناك المئات من الشهداء وغيرها من الحوادث غير الإنسانية التي تتحمل القوات الحكومية في إعمالها أو في تسببها للمتظاهرين حتى يتراجعوا عن مطالبهم ويتراجعوا عن ثورتهم التي تريد أن تطيح بهذه العملية السياسية البائسة وتطيح بالعملية السياسية التي تدعي الديمقراطية، ولكنها في حد ذاتها هي انتهاك خطير للديمقراطية وحقوق الإنسان. وهذا بشهادة العالم أجمع عندما يتكلمون عن الفساد في القضاء، عندما يتكلمون عن المحاصصة والطائفية، عندما يتكلمون عن المقابر الجماعية، عندما يتكلمون عن الكثير من الملفات التي شابت أو تجذرت في العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى اليوم. أليس هناك حظر للتجول؟ يعني موقع ميدل إيست آي يقول يعني إن المتظاهرين ما زالوا يتعرضون للهجمات رغم ذلك الحظر. نعم، يعني هذه المواقع وهذه التقارير وهذه المنظمات تكشف حقيقة الحكومة وتكشف حقيقة الديمقراطية المزيفة التي يتصنع بها السياسيون وتتصنع بها العملية السياسية أمام العالم. ولكن في الوقت ذاته هناك الكثير كما تحدثنا من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وهذه الاعتقالات منها اعتقالات الناشطين الذين هم يدلون برأيهم تجاه هذه العملية السياسية وتجاه هذه الأحزاب. إذا هناك يعني انتهاكات. رغم هذه الانتهاكات أستاذ عمر، السجون الحكومية يعني هل هذه السجون جاهزة لاستيعاب هذا العدد من المعتقلين؟ هل هي جاهزة لاستيعاب الاعتقالات الحالية رغم يعني تفشي فيروس كورونا والتحذيرات الدولية من هذا المرض؟ يعني معظم الدول حتى أطلقت سراح السجناء، بينما ما يجري في العراق هو اعتقال، يعني ازدياد أعداد المعتقلين داخل هذه السجون. نعم، هذا ملف آخر خطير إلى الملفات الأخرى لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، حيث هناك يعني أماكن الاحتجاز وأماكن الاعتقال لا تكفي للمعتقلين، وهناك يعني العشرات في زنزانة يعني لا تبلغ مداها 3 في 4 أو 2 في 2 أو 1 في 1، ويقطع فيها العشرات من المعتقلين ظلما وزورا وبوشاية المخبر السري، فضلا عن تفشي الأمراض وتفشي الأوبئة مثل التدرن والسل الرئوي. وأيضا هناك يعني الآن يعني الحالة الخطيرة هي حالة فيروس كورونا الذي يعني يوجد بيئة خصبة لتلقي هذا الفيروس في هذه السجون التي تكتظ بالمعتقلين، ولا توجد هناك أدنى يعني رعاية صحية. طيب ولا نسأل عن السبب، لو نتساءل عن أسباب هذه الاعتقالات خاصة للناشطين، يعني الناشطون ينتقدون الفساد، وحتى اعتقال أيهم النعيمي جاء بحسب المصادر والمعلومات أنه كان ينتقد الفساد، لذلك تم
اعتقاله. طيب الآن أليس من حق المواطن أن يدلي برأيه؟ لماذا يعتقلون حرية الرأي ويقمعون صوت الحرية؟ نعم، يعني لا توجد هناك حرية للرأي في العراق الديمقراطي كما تزعم هذه الأحزاب السياسية. هناك تكميم للأفواه، هناك يعني قمع للحريات، هناك الكثير من الممارسات الخاطئة التي تمارسها القوات الحكومية والأجهزتها والميليشيات تجاه التظاهرات. ويعني أيهم سام الرأي وقبله قاسم جسام القاسم عندما أبلغ المركز العراقي بأنه لا يستطيع، يعني ذوي أبلغ المركز بأنه لا يستطيع الوقوف من شدة التعذيب، لأنه نادى بالثورة السلمية ونادى بالخروج مرة أخرى ضد العملية السياسية. إذن جسام القاسم وأيهم كلهم يعني يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب ولأبشع أنواع الانتهاكات التي تمس حياتهم اليومية وتمس أهلهم وذويهم وحتى تمس المجتمع، لأن هذه الاعتقالات هي اعتقالات تعسفية. يعني أستاذ عمر، تجاوز اعتقال الناشطين والمتظاهرين إلى حد الاغتيال، وهذه مؤشرات على أن الأحزاب والميليشيات لا زالت مصرة على استخدام ذات النهج مع المتظاهرين السلميين المطالبين بمطالب مشروعة يعني حتى يكفلها الدستور الذي وضعه الأمريكيون. في هذه الحالة يعني ماذا يترتب قانونيا على ذلك؟ هل من إجراءات من وجهة نظركم وفي إطار عملكم؟ نعم، يعني الإجراءات هي تقع على عاتق المنظومة الدولية للأمم المتحدة، وتقع على عاتق مجلس الأمن، وتقع أيضا على المنظمات الدولية الأخرى عندما ترفع تقاريرها وتقول بأن هناك هذه الانتهاكات لا يمكن السكوت عنها، وأن هذه الانتهاكات هي تمس أمن والمجتمع السلم الدوليين، وبالتالي يجب أن تكون هناك تدخلات فورية لمنع هذه التجاوزات، تدخلات رادعة للحكومة وميليشياتها بأن توقف هذه الانتهاكات بحق المدنيين وحق المعتقلين. فإذا يعني هناك قانون دولي يجب أن يحتكم إليه، تحتكم إليه الحكومة وتضع هذه الأفعال في ميزان القانون الدولي. هل يتعارض أو يتماشى مع هذا؟ بالطبع أنه يتعارض ويتنافى وينتهك القانون الدولي. فإذا المسؤولية الجنائية الدولية تقع على الحكومة وعلى الميليشيات بارتكاب هذه الأفعال الشنيعة ضد المعتقلين وضد المدنيين الذين يطالبون بالحرية ويطالبون بالأمن والاستقرار والاستقلال عن هذه الميليشيات والأحزاب الحاكمة في العملية السياسية. نعم، سيد عمر الفرحان، مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لك.